اهلا فيكم في فيديو جديد اليوم. كيفكم؟ شو اخباركم اصدقائي؟ تاخرت عليكم مره ثانيه بعرف، بس هلا عم تزبط الامور. على كل اصدقائي بهذا الفيديو او لاحكي لكم ليش عم اعمل هذا الفيديو. كنت عم بطلب اكل من محل، فانا عم بستنى دوري، فات زبون ثاني بعدي. فالمحل اسمه انه شاورما كذا، يعني على فرض اسمه مثلا شاورما انس. فزبون اللي بعدي فات قال له انه معلم في عندك شاورما؟ بحياتك يعني السيخ ده اول مهم. انا فكرت انه لازم نعمل له حلقه هي معلم، انه انواع الزباين الكمخين. على كل اصدقائي قبل ما بلش بانواع الزباين الكمخين، استنوا معي كمان باخر الفيديو، بدي احكي لكم شغله رح نعملها هاشتاج لحلقه جايه، هلا بحكي لكم عنه باخر الفيديو. بنبلش باول نوع. عندك زبون اللي بتحسه جاي بلامه من العيديات، معه كل شيء فرايط بالحاره. ايه رن استاذي، 23:30. ثانيه بس معلم، بس لو سمحت انه طيب عم تخربطني هلا. اوكي اديت لي انت ثاني شوي، رح اجيب مطمورة اخي وارجع لها. عندك زبون اللي بتحسه هيك خجلان مستحي، بتحسه مثل كانه هيك انه واحد فايت على صف الاول الجديد وهيك وخايف من الكل جوا. مرحبا، اهلا يا ميت، اهلا وسهلا، تفضل استاذ، يعطيك العافيه. بسمول في عندك هاي المفاهيتا في عفوا؟ ايه بلا اثنين فاهيتا كولامب عفوا؟ لزبون الشيف. مرحبا، يعطيك العافيه يا معلم. عمول بلاقي عندك قشقوان بالبصل؟ لا والله بدي اعتذر منك استاذي، والله هي ما بنساها منها. لك سهلة كثير معلم، ما بدها شيء، بتحط العجينة يعني قشقوان شوية بصل لحسة عسل شوية بقدونس، يعني ما بدك الا هيك بيعملوها لكان. حلو. اوكي معلم، بدي ثلاثة من هي. لا والله ما بنعمل منها، بعتذر منك. مين زعتر؟ هلا في عندك زبون الكحتة الحسيب، هلا بعرف انه كلياتنا بنشتغل وبيلتعن سلافنا لنطلع الليرة، ومقابل هاي المصاري اللي بنطلعها بنحب نجيب شغلة تكون يعني انه قيمتها منيحة وجودتها عالية، الا في حال كنت انت عايش على مصروف البابا. انا مع هذا الشيء وهذا الشيء صح، بس لا في ناس بتحسها كثير يعني زيارة على اللزوم. هلا عندك وجبة وعندك سندويشة، السندويشة ب 12. إذا كان إكس هو حجم الخسات بالسندويشه نعتبر 7 غرام، عندك اذا بنقول لحمه ب 3 ليرة بتحطوا فيها بصل ما هيك؟ اوكي بيطلع عندك بتبيعني اياهم فرط يا خارع. عندك زبون هذا اللي بيكون هيك متوتر بقراره زياده، بيكون اخذ الشروه بشكل جدي زياده على اللزوم. هاد طلبك؟ راحت الورقة معلم؟ بس فيك تعدل لي عليها، بس انه اذا بتقول له يزيد واحدة من او هاد الزبون يلي بفوت يطلب نصيحة البياع. خلينا نشوف. يعطيك العافية يا معلم. عم اقول شو في عندك هيك شغلة ظريفة جعبالي، هيك شغلة خفيفة نظيفة يعني ما جعبالي. ايه معلمي، هلا انا شخصيا صاير عم اكل منها هي الاكلة على طابخها شيف جديد، هيك رز وحدة هيك لحمة مع شوية خضرة وشورة، شيء على كيف كيفك، بس بدك احط لك منها. انه هيك رز وحدة ايوه وظريف هذا الشيف بالطبخ يعني. ساوي لي بنتين شاورما معلمي بلا. اوكي ايه انا هون قاعد. الزبون اللي بيضربك من النية انه هو معه فراطة كتير. اوكي معلمي، بس معك شوية فراطة مشان ارجع لك قطعة كاملة؟ ايه معي. او عندك هذا الزبون اللي بيجي معه اكبر قطعة من المصاري، اكبر يعني قيمة، وبيطلب ارخص شغلة بالمحل. واحدة جبنة 200 ليرة. الزبون او لا الزبونة بصراحة، الزبونة يلي بتطلب على التليفون، طبعا ما في مشكلة انه الواحد يطلب على التليفون، بس لا هي بتطلب على يعني هي انه بتتصل بعدين بنقوا هي وشلتها انه شو بدهم ياكلوا يعني. اهلا وسهلا، اهلا يا هلا. ايوه تماما، تفضل اختي. ايه تمام، نص ساعة وبعتي الولد يا خرب. إليك 4 ساعات عم تطلبي فيهم.
عفوا. الزبون يلي بيكون مالل من الاكل ومجرب كل شيء وفايت هيك انه مغامره يكتشف شغلات جديده. الاخ مرحبا عليك. بلاقي عندك محمرة بشطة ما حدة؟ لا والله بدي اعتذر منك عن جد يعني مع الأسف. طيب عندك أشقوان بيمعط على البارد؟ كمان لا، إذا بتحب أعطيك المينيو. ما بدك المينيو. أوكي. هلا إذا حطيت لي عجينة بالفرن وبعدين فوقها بعد ما طلعت حطيت لي لحمة، شو بيطلع سعرها هاي؟ هاي ما في منها بالحياة كلها صديقي. مرحبا معلم. اهلا وسهلا استاذ. بلاقي عندك سجق؟ سجق والله ما في، بعتذر منك. يعني ما عندك؟ لا بحياة اختي ما عندنا، يعني هيك بس ابو دنتين. لا والله يعني مقلق هون كذاش بالبيت. لا يعني ليش حتى كذب عليك؟ يعني مثلا نحن فاتحين لنبيع. ما في يا اخي، ما في العمى. عندك شيء مثل السجق؟ على كل اصدقائي هدول الزباين اللي طلعوا معي، اذا نسيت شيء كتبوا لي اياه تحت بالكومنتات، وكتبوا لي كمان انا بدي اعمل حلقه قريبا انه فقره اسال امي، حطوا لي اسئله لوالدتي هي يعني شو ما بدكم اسالوها بهاشتاج خالي انفراس او ماما انفراس بكون اياه، حطوا لي اسئله وشو ما بدكم اسئله وانا باخذها وبنعملها بنبقى شي يوم. على كل اصدقائي هلا شو القصه؟ بعرف اني تاخرت عليكم مره ثانيه ومليت من كتر ما بشرح لكم وضعي، بس هيك هلا الوضع يعني ما فيني اعمل شيء، مو طالع بايدي شيء، انه انا الفريق الاساسي اللي معي هن اشخاص كبار بالعمر، يعني مو هن اللي يعني شخص عنده ولد ما فيك تقول له تعال والله انزل معي صور ولا انزل معي كذا، فاللي كانوا يصوروا معي انا هن رفقاتي، فكانت الدنيا شتويه فما فيك تقول لرفيقك او لحدا من معارفك او هيك انه مثلا انزل صور معي تحت الثلج يعني، فانا ما انا صراحه ما بعطيهم مصاري. فهذا هو اللي كان عم يصير. هلا بلشت الصيفيه وبلش الجو يحلى وفي افكار كتير 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 كتير، وشكرا لدعمكم. حسيت انا بالحلقه الماضيه اخرت كتير لايكات وكتير وضع حلو كان. على كل احبائي الفتره الجايه هلا هيك الوضع معليش، بس انا مستمر بالجيمينج اصدقائي. كبسوا هون شوفوا الجيمينج عن جد عم يشتغل شغل حلو، عم نزل 4-5 حلقات بالاسبوع نظام الوضع، وحلقات طويله نص ساعه وفي ضحك وفي جو حلو. بعرف الجو جديد عليكم بس جربوا ما بتخسروا. على كل اصدقائي بشوفكم فيديو ثاني قريبا. احب جو.